الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أكولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الآلية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكب الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس. نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاك الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولي العجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وغيث البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وعجب من ذلك كله إذا دقت غموض النار الفارسية ألف عام لم تخمد لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الحنيفية ولم يدخل سباه حفظا من الله في آبائه وأمهاته من الأولية بل نكاح مقبول من أب وأم حكم قهارية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الحنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وناصر طريقته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية شيخ الإسلام وسعادة الأنام برهام عبد الله صاحب الفيض التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة ألتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية. أما بعد، هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأما نواله لأبدل أرض حل أبدل مرسل لأبدل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل الأوالم أصله كما اختير واختير لذاك فعاله محمد مختار وآدم دينة محمد يوم البعث راك كساله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم الخلق تم جلاله عليه الصلاة الله ثم سلامه متى لاه من فوق السماء هلاله حق قدره ومداره لازم حضرة تشوكبا نجرما العالم العلامة المحترم العارف بالله والدال عليه في جاره ونجواه الشيخ الإمام عثمان نوشاربوتو حفظه الله ورعاه وبلغه بفضله مفتقاه ومتمناه وعصمه من شر إداه بجاه أحمد مولاه وزاده بسطة في العلم والجسم وسلامة في الجسد والإدراك والفهم آمين يا رباه. Ina gaida dukkan shehunan kasar Ghana baki da
da malamanta da sarakunanta da attajiranta. Ina gaida sarkin dagwammawa mai girma Sheikh Alhaj Abdul Qadir Tahir. Ina gaida babban malami jagora Sheikh Aliyu Akwatema. Ina gaida shugaba Al-Muqaddamul Baraka Sheikh Yahya Al-Amin. Ina gaida shugaba dai shugabanni jagora hadimi Sheikh Muhammad Abdul Wadud zahirul harkat tijaniya. Ina gaida shugaba malam dan alfa. Ina gaida Sheikh Kamaluddin Naibin Chief Imam, Allah ya kara masa lafiya, da kowa da kowa, babba da yaro, maza da mata, musamman shugaba jagora limaminmu na ƙasarmu ta Najeriya. Mai girma shugaba Profeso Sheikh Al-Imam Ibrahim Ahmad Makari Sa'id Hafizahullah wa rahahu wa dawwala umrahu li nabil ibad. Babanmu shugaba Hadimin Shehu ragowar mazan jiya, wanda duk sanda ka gan shi sai ka tuna Shehu, shine Sheikh Muhammad Salis Shaban Hafizahullah wa rahahu. ‘Yan uwana mutanen Ankara wa ma jawaraha min al-qura wal buldan, ina gaishe ku bi tahiyatul Islam, ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zadakumullahu maghfiratan wa faydatan wa rahma. Amin. Wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya. Amin. Shi Ibrahim رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا بآمين ينا فدي أشكن حق وانن غري ناكو ناكرا دمتانن غري شوينا شوا قد حب فيها فيدة التجان قلب الوجود منبب الجرفان. حقيقة فيدة شو تجان تاسو كأشكن غري أنكرا ƙudurin samuwa mafukudar sanin Allah. Ya ce, wajitu bado an karawa inni yomi bi an kara ta ƙabda huzini jawo ilar dukuri fi ɗarika faujan wa faujan aslamu hakika. Bayan na bar Lagos, na zo Ankara a cikin damuwa da bacin rai saboda wasu dalilai, amma shigowa na Ankara dukkan bakin ciki na yayi. Yaya bakin ciki na ba zai yayi ba, alhali jawo ila tukuli fi dariƙa, sun zo domin shiga cikin dariƙar tijaniya tawaga tawaga, sun sallama a haƙiƙa. To yawwa, mun gode Allah, yau Asabar 28 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1439, wanda daidai da 16 ga watan Disamba shekara ta 2018 miladiya 17. Allah ta'ala ya tara mu a cikin wannan gari mai albarka tare da waɗannan shehunai manya, waɗanda in ba da soyayya ba, inda suka zauna ba za a yi wa mu zauna ba, amma soyayya tana haɗa babba da yaro, ta haɗa jahili da malami, ta haɗa attajiri da talaka, ta haɗa sarki da bawa. Soyayya tana yin wannan. Mun taru a wannan gari ba don siyasa ba, ba don cinikayya ba, ba don auratayya ba, ba don wauta da wargi da sakarci. Mun taru saboda soyayya da godiya da bayyanar da farin ciki da murna da jin daɗi da annashuwa da walwala don tunawa da haihuwar hasken haske. Watan watanni shugaban shugabanni ƙirjin ƙiraza Annabi Balarabe
kokoran shi bahashimin dai mai madani abdahi tihani zamzami rabbani tauraron sunayen Allah watan sigofi ranar zati wanda ba ta faduwa wa shamsu zati laysa laha ghurub ranar zati ba ta faduwa afalan shumusul awwalina wa shamsuna abadan ala falakil ula la taghurub ranar mutanen farko ta fito ta bani amma mu ranar mu tana bisa falakin daukaka har abada ba za ta faduwa shine annabi muhammad فاني حبيب الله طه محمدا ابا القاسم الهادي لمن قد تنسك امين اله العرش مركز سره به امر قلب العبد حتى تهتك فملكته ذاتي وروحي ونفسها واهلي واولادي ومن بي تمسك ولست ارى في الكون شيئا احبه سوى المصطفى المحمود فيك وعندك يوم an haife shi ranar litinin sallallahu alaihi wasallam kuma adraka ma yawmul islam litinin ita ce rana ta biyu daga cikin kwanakin sati babu ranar da targa litinin sai dai yawmul ahad ranar ubangiji kamar yadda Allah shi kadai ne a gaban annabi amma dukkan halitta tana bayansa to haka nan ko a ranar kuma ranar ubangiji ita ce kawai a gaban ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar ahadu yana nuni ne zuwa alifut tafrid wato yana ishara zuwa ta'ayyunus zati alwujud alawwal litinin yawmul ithnain alithnain ma'anar shi yana nuni zuwa ba'ul bidayati wanda yake nuni zuwa ta'ayyunus sifati wato alwujudus sani akan wannan ne ulama shi Ibrahim radiyallahu anhu yake wa Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ya alif salli wa sallim ala al-bai wa nuqtatihi wa shaklatihi salatan tu'allifu lana biha ya wahid ya ahad al-quluba wa taftahu lana al-abwab al-muqlaqata bi sirri al-alif wal-bai wa nuqtati wa shaklati ya zal jalali wal ikram alifun dinnan Allah ne babun dinnan annabi ne nukudan nan shehu tijani ne wasalin shehu ibrahim maulana shehu ahmad tijani radiyallahu anhu sahibul dariqa wanda shine arzikin mu shine shugaban mu shine hujjan mu shine salin mu zuwa ga Allah sakanallahu min faili bahri biham layl hawai yana cewa tafakkartu fi ittisas sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam bi yawmil ithnain fatabayyana li annahu lamma kana huwa alwujudus sani lam yataqaddamu illa alwujudul qadim wa kadhalika hadha alyawm huwa sani lam yataqaddamu illa yawmul ahadi wa li hadha kana taqallubu adwarihi sallallahu alaihi wasallam bi yawmil ithnain yace na zauna na yi tunani mai zurfi inji shehu tijani akan litinin me yasa annabi ya zo ranar litinin yace na yi tunani ne zurfi akan wannan abinda ya bayyana gare ni sai na gane cewa saboda annabi shine samuwa ta biyu sai ya zama babu wata rana da targa ranar sa sai dai yawmul ahad wannan shine dalili shi yasa dukka rayuwar manzon Allah take juyawa a cikin litinin 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 an haife shi ranar litinin an haifo shi ranar litinin ya fita daga makka me yana mai hijira ranar litinin ya shiga madina ranar litinin an yi isra'i da shi daren litinin ya fara rashin lafiyar komawa ga Allah ranar litinin Allah ya kira shi ya amsa ranar litinin saboda me saboda shine al mabda'ul fayyadiyatul wujudiyya salli ala al ithnain ramzatu kulli ithnain wa sirruhu fi ithnain wa zaka sirrul azali sallan ba'ar malamai sufaye suka ce Allah ta'ala ya halici itaciya ne ranar litinin abinda yasa Allah halici ta ci ranar litinin yana so ya gwada maka cewa manzo Allah shine shajaratul wujudi shine itaciyar sabuwa wato shine asalin kowa
annabi shine gundarin halitta kowa ga masani sallallahu alaihi wa sallam Allah shine alhaqu manzo Allah shine alkhalqu duk abin da ka gani a cikin halitta gaba ce daga cikin gaba ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta saman nan da muke gani gabasa shi sama kansa ne kasa kafasa shi rana zatinsa ne wata sifansa ne taurari sunayensa ne duwatsu kasusuwansa ne gabas goshinsa ne yamma ƙeyarsa ce kudu damansa ne arewa hagunsa ne dare bayansa ne rana gabansa ne in kaga dare yayi ya fuskanci Allah ne idan kaga gari ya waye ya fuskance mu duk sa'a ya juya wa halitta baya sai duhu ya zo in ya dawo cikin mu sai haske ya zo ruwan sama hawayensa ne tsawa dariyarsa ne walƙiya murmushinsa ne iska numfashinsa ne ketowar alfijir farin ƙwayar gidansa ne dogon dare fagin ƙwayar gidansa ne mutane makwabtansa ne aljanu bayansa ne mala'iku hadimansa ne aljanna farin cikinsa ne wuta ɓacin ransa ne duniya gidan baccinsa ne lahira gidan farkawarsa ne lawul mahfuzu ƙirjinsa ne rubutun ciki karatunsa ne alƙalami tunaninsa ne kursi hankalinsa ne al'arshi sunansa ne natsuwa rigarsa ce gaskiya harshensa ne hikima fasaharsa ce adalci hukuncinsa ne cika alƙawari ɗabi'ansa ne turare gumansa ne zuma miyansa ne madara kakinsa ne man shanu majinarsa ce maganin ciwon ciki bawalinsa ne ka'aba alƙiblarsa ce musulunci tafarkinsa ne alƙur'ani littafinsa ne shari'a maganganunsa ne ɗariƙa ayyukansa ne haƙiƙa halayensa ne shehu tijani jikansa ne shehu ibrahim halimansa ne mu kuma al'ummarsa ne kuma masoyarsa ne muhammadu sunansa ne abulkasim alkunyarsa ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa alkullu minhu alkullu batnan wa zahiran wa bahru siwahu ma lana fihi mashrabu fa min nurihi alkaunani minhu tafajjarat ulumu jami'i ar-rusuli walkullu yashrabu فموسى وإبراهيم والروح كلهم توصل بالهادي الأمين فقربوا هو الكامل المحمود والرسول والمنى وأنت الحبيب المصطفى والمقرب وقد شهد الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق مهذب الله تعالى يا أهل الشيش لك حسنسا أجاكم من الله نور يسنيا شما هل لوغانسا ولو أنهم إذنموا أنفسهم جاءوك يدوكك أنبتنسا وقالا لك ذكرك يرنزي در أيوسا لا أمرك يرنزي دقرنسا لا أقسم بهذا البلد يرنزي دزامننسا والأسري يرنزي دسوننسا دمنزنشنسا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين Allah ta'ala ya hana a daga sauti akan sautin sa la tarfa'u aswatukum fawqa sautin nabi Allah ta'ala ya hana sahabbansa su kira shi da mujarradin sunansa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum baba Allah ta'ala yana ambatan ya hana a rika kiransa ta bayan dakunan matansa ya ambaci masu yin haka da sunan wawaye
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الله تعالى أنا أما تل أنبا ده مجرد سننس أما بي تبكر من زادة ده مجرد سننس زاك جينا يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا داود يا زكريا يا يحيى أما بذاك تبكي يا محمد صلى الله عليه وسلم سيديك جينا يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا سيدي تا أسا تشكن تا أسا ومن يدير الرسول فقد أطاع الله سابانسا تشكن سابانسا ومن يعص الله ورسوله يا كسا تشكن يا كسا يحاربون الله ورسوله شفا غريشي شفا جعلا إن الذين ينادونك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله an gaisa da annabi hannun annabi ke kan hannunsu Allah ya ce yadullahi fauka aidihim yayi jiba Allah ce ba kai kai bane nayi wa ma ramaita isra maita walakin Allah harama Allah ya hada sunansa da nashi la ilaha illallah muhammadur rasulullah وشك له من اسمه ليجله فضل عرش محمود وهذا محمد الله تعالى يا كيبانشيش دا أبوه والذي كيبانش وننسى دا سوبا ينا فدي دا كنسى لست كأهد منكم نيما كمرك لكبا أو ترواية إني لست كهيئتكم ينينا با كمر ينينك بني تقب اللي كيبتاني واري أتكم ناشك أمشيكي حنشي baki ido kunne hamata da mafitar ruwa da mafitar abinci hatta gumin sa daban ne da irin gumin mu sayyidina Anas ibn Malik yana cewa ma shamimtu ambaran qadlu wala miskan wala shay'an adiyab yarihi rasulullah ban taba shinshinan turaran ambar badai ko turaran miski badai ko kuma wani abu mai kamshi da ya kai kamshin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا شافي كما تنجابر المستمرة سيجابر يتي فوجدت ليده بردا وليها كأنما أخرجها من جؤلة أبطار سينتوني إلى السنيد أمشي كي كاتشي يا فتا هل سنيدك تنقفل مرمي سيدة العلي مازال الله صلى الله عليه وسلم يا بنشي على كيم على سن مالك بابر على سن مسلم تزود قلبا كنا تاخر بني مازال الله يتم بيت مي هكا تجي نجعله في ديبنا وهو من أدب الديب من أساوالي أشكين ترارم جنيا بكون تاري كمشي سنن إمام البخاري يا فت حديثي لك جابر بن عبد الله الأنصاري الله قال أمر يدعياتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر بدليل فيقوه أهل إلا عرف أنه سلكه من ديبه مازال الله صلى الله عليه وسلم ويتقب الهنيا با ونديابي سيفا تياغاني أنك يابو أن الهنيا سبودة كمشي شيء إبراهيم رضي الله عنه يشي فمن ديبه طاب الجلال ونشره به فمسك والكبا والبنفسد مازال الله صلى الله عليه وسلم باب ولا أبتيني وان داكي إي أتشين جكينسا باب ولا أبو وان داكي مارا كمشي dukkan abin da yake ta jikin sa mai sarki ne hatta jin hatta bawali hatta wato gashin sa hadija abdullahi dan zubair ya ja jinin sa lokacin da aka yi masa kawo manzo Allah bai masa inkari ba yace da shi wailun laka minan nas wailun lin nas min ka shiga uku da mutane mutane sai shiga uku da kai a lokacin da aka tambayi abdullahi bin zubair aka ce da ka sha jini ya kaji sai ce amma kamu ada الأسلي وأما الرائحة فرائحة المسك تنتنن جنن تنتنن زما كمشن جنن كمشن المسك بركة بنت يسار تاشابو لما الله صلى الله عليه وسلم لما تنكاري با يجي بيتا لن تشتكي وجع بدنك أبدا أر أبدا بذلك كارجن شوان شكي با مزالة بيتشي وطيدة كشكين سيوان شباكي با بيتشي كاركا كارشا با يوانا ينا نوني زوا ونعبو فوانا ينا نوني تشيوا مزالة متوني أما با تبركوا با محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياموتي بين الهجر تو يوان
ata kai chadai kyawun suran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta halitta da kyawun nabiyarsa hakika hadisai da dama sahihai mashhurai sun zo daga bakin sahabbai da yawa masu girma Allah ya kara musu yadda kamar ummul mu'minina Aisha as-siddiqiya Allah ya kara mata yadda amirul mu'minina al-imam ali ibn abi talib Anas ibn Malik Abdullah ibn Abbas Abi Huraira Hind ibn Abi Hala Bara ibn Hazim Jabir ibn Samura Umm Ma'bad Abi Juhayfa Quraym ibn Fatim Abi Tufayl Hakim ibn Hizam Ada ibn Khalid da sauransu Allah ya kara musu yadda to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa ne mai matsakaicin tsawo ba dogo bane can can ba gajere bane tab tab ba ramamme bane balle kaga kashi a wuyansa ba mai jiki bane balle kaga cimbi sallallahu alaihi wasallam komai yaji komai yayi takama da fiye da husulu gaiban kuma shahadan to haka a karshe yawa samari barka tarikar tijaniya tarikar tijaniya tarika ce ta tsantsar falala da yaddar Allah an gina harsashi ginin ta akan alqur'ani da sunna duk mutumin da yake cikin tarika yana so tarikar sa ta yi masa amfani to ya kiyaye abubuwa guda shida duk wanda yake cikin tarika yana so tarikar sa ta yi masa amfani ya kiyaye abu shida الكتاب والسنة أكل الحلال كف الأذى اجتناب الآثام التوبة أداء الحقوق ثم مسلم دي كربي دريكا يرجع القرآن بالسنة يقول لشيء حلال يبر شوتر حلال كوتب بل يمتو يقول شو سابق الله يزمم يوان توبة to sanne ya ba dinne haƙi haƙinsa Allah ya taimake mu duk wanda ba za ka iya taimakonsa ba karka cuce shi duk mutumin da ba za ka iya bashi abin da yake hannunka ba karka kwace da hannunsa duk wanda ba za ka sa hannu a aljihu ka debo ka bashi ba karka sa mar hannu a aljihu duk mutumin da ba za ka iya shiryar da shi ba karka batar da shi wanda ba za ka iya matsar da shi gaba ba karka janyo shi baya wanda ba kai masa hanya ba ya samu hanya ta alkhairi karka tushe wanda ya fadi kasa ba za ka iya taga shi ba karka taka shi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya sabbin kafin mu kisa da la ya wahidul ahad ya baru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shabahu kalla wala waladu عجز وبين الوفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا رب يا هب يا من لا له جد فرج لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسن بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آلي أسابي سند سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل دائم وأنتم بخير.